طيب هنيجي نبص هنا عندنا احنا خدنا كويس في بدايه الحصه، كان في بس شويه اخطاء كده هقولهم عشان مع الفرق. الاول كويشن 1 نمبر ايه كان بيقول لي ايه؟ بيقول لي ذا برودكت اوف ستريمز، كان بيقول لي ذا برودكت اوف اكستريمز بيبقى ايكوال ذا برودكت اوف مينز. يعني ايه معنى الكلام دوت؟ يعني انا لما اقول مثلا a اوفر b ايكوال c اوفر d، انا لما اعمل دول تايمز بعض، يعني لما اقول a تايمز b بتبقى ايكوال b تايمز c. فهم لاحظوا حاجه ان a و b و c و d بيبقوا كده ايه؟ بروبورشنال. بروبورشنال، فسموا الاثنين اللي في الوسط دول مينز، وسموا الاثنين اللي على الحرف دول اكستريمز. يعني دول ايه؟ دول اللي على الحرف او الطرفين يعني، ودول اللي في الوسط او الوسطين سموهم مينز. فلقينا ايه؟ ان ذا برودكت اوف مينز، يعني لما اعمل الاثنين اللي في الوسط تايمز بعض اهو، يبقى ايكوال لما اعمل الاثنين اللي على الطرف تايمز بعض، يبقى ذا برودكت اوف مينز ايكوال ذا برودكت اوف اكستريمز. فهو بيخليني اكمل، طيب بيخليني اكمل، يبقى كده ذا برودكت اوف اكستريمز، اكستريمز اللي هم زي ما قلنا بقى اللي هم على الاطراف دول اللي هو ده وده اهو، او بيبانوا هنا هم اللي هم ايه والدي، والمينز اللي هم جوه دول، يبقى ذا برودكت اوف اكستريمز يعني لما عاملين تايمز بعض ايكوال ذا برودكت اوف مينز. تمام، عشان دي برضو بتيجي كتير في الامتحانات as a complete. تمام، طيب صورها لما بنغلط غلطات، لما نعرفها خلاص، لما نغلط فيها دلوقتي احسن، يعني ما نزعلش، احسن ما اغلط فيها في الامتحان الكبير، مش مشكله، ما ازعلش لما اغلط في غلطات، ايه المشكله؟ طب كان عندنا برضو نمبر انا كاتبهم هنا فوقهم، نمبر اي، نمبر اي بس هي الغلطات بتاعتك ايه؟ مش قويه يعني، الحمد لله الحاجات الثانيه يعني الكويز حوالي 20 مساله انت حليتهم كلهم صح الحمد لله، ما عدا غلطات بسيطه يعني، فدي حاجه كويسه جدا. يعني نمبر اي غلطاتك مثلا في ان انت ايه المفروض نحط الرقم تحت، انت حطاه فوق كده، يعني مش غلطات جوهريه يعني، بس لما نعرفها خلاص ما نغلطش فيها تاني في الامتحان. طيب هنا بيقول ايه؟ قال لي ايه اوفر بي ايكوال اكس اوفر 1. يبقى هو لما نعمل كروس اهو، نحسب كروس مالتيبيكيشن، لما اعمل ايه تايمز واي يبقى ايكوال بي تايمز اكس. بس هو جايب لي كومبليت بقى، بيقول لي ايه تايمز واي ايكوال كام؟ اقول له بي تايمز اكس، يعني بعمل ده تايمز ده ايكوال ده تايمز ده. بس لو جربناه بفراكشنز، حتى لو انا لاحظت 1 اوفر 2 او مثلا 4 اوفر 8 يبقى ايكوال 1 اوفر 2. لو جبت دي جابت دي على الكالكوليتر وجابت دي على الكالكوليتر هتلاقيهم ايكوال بعض. لو انت عملت الكروس اللي انا عملته ده، بصي 4 تايمز 2 فعلا هتلاقي اجابتها زي 1 تايمز 8 بالظبط. بصي 4 تايمز 2 تلاقيها مطلعه 8، ولو عملت 1 تايمز 8 تلاقيها مطلعه 8. عشان كده قال لك ذا برودكت اوف اكستريمز اللي هم ال 4 وال 2 اللي هم بره دول، اللي هو اول واحد واخر واحد، ما هو ده الاول الثاني الثالث الرابع، اول واحد ورابع واحد لو اتعملوا تايمز بعض بتبقى ايكوال ذا برودكت اوف مينز اللي هم في النص. تمام، نمبر 3 نمبر دي، كويشن 3 نمبر دي كان جايب لي ايه؟ نمبر دي كان قايل لي 18 اورز، وهنا كان 24، كان 1 داي. ناخد بالنا بقى من الحته دي، ان ما ينفعش ده داي يتعامل مع اورز، فكان لازم ده يتحول، يعني دي هسيبها 18 اورز. اقفلي المايك عشان اعمل صوت بس. 18 اورز وده 1 داي، كان لازم يتحول لاورز الاول يبقى 24 اورز. انت قمت عامله ده ديفايد ده على طول، يعني 18 ديفايدد 1، لا ما انساش ان ده اورز وده دايز، وده لازم يتحول لاورز ده. بعدها ابتدي اعمل 18 ديفايدد 24 على الكالكوليتر. لو عملت 18 ديفايدد 24 هلاقيها طلعت لي ايه؟ ده هيبقى 3 وده هيبقى 4، هيطلع لي كده 3 اوفر 4. اه ما انا كاتبها هنا 3
تمام، ده بالنسبة لي. الحاجات بقى اللي انا غلطت فيها دي احلها تاني في البيت عشان ما اغلطش فيها تاني. كان عندنا برضو نمبر اي كويشن 3، نمبر اي كان بيقول لي ايه في نمبر اي؟ بيقول لي 3a of equal 4b، دي مهمه جدا. 3a equal 4b طالما جايين جنب بعض كده، 3a و4b كده، لما اجي اقول a over b بعكس، يعني a over b بعكس، بخليها 4 over 3. طب ليه بعكس؟ هنشوف دلوقتي. دي مهمه جدا بتنفعنا تاني في اعدادي. ليه بعكس؟ عشان لو انا جيت اعمل كروس تاني اللي احنا بنعمله اللي هو الايه؟ كروس مالتيبليكيشن، اللي هو بعمل ده تايمز ده وده تايمز ده، ترجع للمساله الاصليه. لما اعمل 3 تايمز a تبقى ايكوال 4 تايمز b. واصلا لما بعمل نمبر تايمز ليتر، يعني 3 تايمز a بتدينا 3a، 4 تايمز b بتدينا 4b، فتطلع لما اجي اعمل كروس تاني ترجع الاجابه مظبوطه زي ما هي، زي ما كانت جاي. عشان كده قالوا بنعكس. بنعكس ازاي؟ يعني لما اقول a اوفر b اعكس، ال a ياخد الرقم بتاع ال b وال b ياخد الرقم بتاع ال a. يعني مش ال a ياخد ال 3 اللي جنبه، لا، ال a بياخد الرقم بتاع ال b اللي هو ال 4، وال b بياخد الرقم بتاع ال a اللي هو ال 3. فدي مهمه جدا، بتيجي دلوقتي وبتيجي في ثالثه اعدادي. تخيل في ثالثه اعدادي، بتيجي في سته، في سته اهي، وبتيجي في ثالثه اعدادي. طيب اتكلمنا على ايه؟ نمبر 4 كانت ايه ودي مش مظبوطه. طيب هنا بيقول لي ايه؟ A car consumes 20 liters. بص يا نمبر 4 اهو، خلي بالك بقى من الكلام. هو قال لي 20 liters will cover distance، انا هكتب 20 liters، وفي ناس بيكتب كلمه liters دي فوق عشان ما بخبطش نفسي. 20 liters كام بقى؟ 180 دي بالكيلومتر، عشان نبقى عارف ان الليتر هنا والكيلومتر هنا. نبتدي بقى، طب انت بتجيلي بايه؟ هو قال لي 540 كيلومتر، خلاص نحطها هنا بعد الكيلومتر. لما اجي اعمل كروس اهو عشان اجيب ده، ممكن اسمي ده اكس وخلاص. اقول له اكس ايكوال، اللي شابك مع الاكس او اللي شابك مع المربع الفاضي هو ده اللي تحت. الرانر اي تي اللي تحت، وبعدين اعمل 20 تايمز 544. تمام؟ يعني اللي شابك مع المربع الفاضي هو اللي تحت، انت حطيت ال 540 اللي تحت. لا، اللي شابك مع المربع الفاضي هو اللي تحت اللي هو الرانر اي تي. ودول الاثنين تايمز بعض. انا متاكد ان هي غلطه تسرع، يعني انت عملتها قبل كده كتير وعاملاها في الهوم ورك صح. فدي غلطه تسرع بس. فهتطلع في الاخر 60، يوم انه 60 انا بحسب ليتر تبقى 60. نمبر بي برضه كانت الغلطه غلطه تسرع. ازاي؟ هو قال لك ذا ريشيو، قال لك ذا ريشيو بتوين 3 بيبل. انا صورت الحاجات دي وبعتها لك برضه عشان تذاكرها تاني. قال لي ذا ريشيو امان 3 بيبل، ريشيو امان جون كاتب فيرست وسكند وثيرد. طالما قال لي 3 بيبل وما قالش اسماء، الريشيو بينهم كام؟ 3 to 4 to 5. هو قال لي ذا فيرست بيرسون، ذا فيرست ذا ريشيو بين 3 بيلدنجز. قال لي ذا فيرست بيلدنج از 21، انت قمت حاطط 21 تحت الثيرد. غلطه تسرع برضه، وقال ذا فيرست، احط 21 اخد بالي انا بكتب الرقم فين؟ تحت الفيرست. ولذلك طلع معاك فراكشنز وحاجات غريبه كده. 21 تحت دي. بس عايز اجيب السكند اهو، سكند مين اللي شابك مع الفاضي؟ 3 خليها تحت، 21 تايمز 44 واحسبها يطلع 28 متر. طب عايز اجيب الثيرد، نعمل كروس معاه اهو كده كده اهو، ممكن اشيل دي بقى كده عشان ما لخبطش، اعمل كروس معاه ثيرد، مين اللي شابك مع الفاضي؟ الثري خلاها ده
21 تايمز 54 اكون طالع الانسر 15 بس ما عندنا الفيرست الطبيعي موجود ب 21 فيه. المساله دي كويشن نمبر 5 كان بيقول لي ايه؟ كانت برضه نفس القصه يعني ممكن اعملها جنبها يعني كويشن نمبر 5 قال لي ان ال كويشن نمبر 5 كان بيقول لي A machine produces 1400 meter. 1400 meter. The meter. In 2 hours. In 2 hours. يبقى انا 2 واكتب فيها الاورز كده. ممكن اكتبها جنبها عادي او فوقيها. بس انا بحب اكتبها فوقيها ليه؟ عشان ابقى فاهم ان هي ده تبع المترز وده تبع الاورز. جه قال لي ايه؟ قال لي طيب هي هتعمل 4900 متر. بتحط تحت دي. لما جينا نعمل كروس انت قمت حاطه ده اللي تحت. انا هكتب هنا اكس مثلا اللي شابك مع المربع الفاضي هو ال 1400 شابك معاه بلاين اهو هو ده اللي اتحط تحت كانت الغلط عندك هنا انك حطيتي ده اللي تحت لا ده اللي اتحط تحت واعمل 2 تايمز 49004 بس واحسبها بالكالكوليتر هتطلع كام هقول لك انا هتطلع وانا على ساعات تطلع 7 تطلع 7 اورز مش كده؟ تطلع 7 بالكالكوليتر فدي كانت بالنسبه للاخطاء لو جينا اتكلمنا عن الدرونج سكيل يبقى انا لازم نكون عارفين الاخطاء في الدروس القديمه قبل ما ناخد حاجه جديده هو درس النهارده عامه اللي هو الدرونج سكيل سهل جدا ما فيهوش حاجه يا درس برضه يعتبر حاجه تابعه لموضوع الريشه هو بيقول لي بيقول لي ان انا لما برسم مثلا كايرو تاور كايرو تاور ده طوله مثلا في الحقيقه بتاع 150 متر فانا برسمه ماشي اكتب هنا دروينج لينث وهنا ريل لينث يعني برج القاهره ده في الحقيقه طوله تلاقيه 150 متر مثلا. احنا بنيجي نرسمه على الورقه مش هرسم 150 متر على الورقه ازاي؟ هو في ورقه 150 متر؟ بنرسمها احنا مثلا 15 سنتيمتر. يقوم يقول لك ايه؟ ان ده كده لو انا عملت ده ديفايد ده هيطلع لي ريشيو، هيطلع لي ريشيو 1 تو 10. بمعنى صح؟ ده سنتيمتر وده متر ما ينفعش، ده لازم يتحول. نحوله نعمله تايمز 100. فيبقى ده 1500 احنا قلنا لازم احول قبل ما اشتغل ما عدا مسائل الريت هي اللي ما بحولش طيب لان مسائل الريت بيبقوا حاجتين مختلفين يعني اورز مع كيلو جرامز مش عارف يعني اورز مع كيلو متر حاجات مختلفه لكن ده سنتيمتر ومتر من نفس الفصيله فده لازم يتحول لو انا عملت ده بيت ده يطلع لي ايه؟ 1 تو 100 الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان كل 100 متر كل 100 سنتيمتر في برج القاهره ما ده سنتيمتر كل 100 سنتيمتر يعني حوالي متر برسمه انا بسنتي على الرسمه يعني كل 100 سنتي في الحقيقه شوف 100 سنتي في الحقيقه دول يعملوا متر برسمه انا سنتي على الرسمه كده ال 100 سنتي اللي بعدهم برسمهم كمان سنتي ال 100 سنتي اللي بعدهم برسمهم كمان سنتي فبيطلع لي طول البرج انا رسمه 15 سنتي وهو في الحقيقه كان طوله 150 متر او 1500 سنتي سهلة ولا صعبة؟ طيب فقال لي هنسمي ده اللي هو ال 1 تو 5 100 ده هنسميه دروينج سكيل فقال لي يبقى دلوقتي الدروينج سكيل عبارة عن ايه؟ كأني عملت دروينج لينث اوفر الريل لينث او يقولوا لينث ان دروينج اوفر لينث ان رياليتي لينث ان دروينج ما هو احنا عملنا ريشيو وليش احنا عملنا ده ضابط ده؟ فقالوا لينث ان دروينج اوفر لينث ان رياليتي في الحقيقه يعني. او ممكن اقول دروينج لينث اوفر لينث، يعني فعلا انا عملت ده ضابط ده. تمام؟ ده لو انا بحاجه كبيره وبصغرها. لو انا ملاحظ حاجه، انا الاجابه بتاعتي طلعت 1 اوفر 100. 1 اوفر 100 دي لو انا جبتها على الكالكوليتر هلاقيها طالعه لي 0.01 طبعا
طبعا الانسر دي اصغر من 1، الانسر دي اصغر من 1. قال لك لو الانسر اصغر من 1 يبقى انا عملت كده حاجه اسمها ريدكشن. يعني لو الدرونج سكيل بتاعي طلع الانسر اصغر من 1 يبقى انا عملت ريدكشن. ريدكشن يعني ايه؟ تصغير، لان برج القاهره كبير وانا صغرت. بعكس مساله ثانيه ان هو ممكن يديني انسكت، حشره يعني زي النمله زي الدبانه زي الحاجات دي، ويقول لي رساله. انا في الحقيقه النمله ما بيبقاش ايه، بنشوفها بالعافيه، النمله بنشوفها بالعافيه. بتيجي واحد يقول لك ارسمها لي في الرسم، يعني النمله مثلا تلاقي طولها في الحقيقه مش باينه، عامله كده مفيش يعني حاجه صغيره اصغر من كده كمان. فمثلا النمله طولها في الحقيقه ايه؟ فاحنا ممكن بقى بعد كده بنقول دروينج، وهنا بنقول ريل في جميع المسائل دي، بنقول دروينج يعني دروينج لينث، وهنا بنقول ريل لينث. وفي ناس بيقولوا ماب وريل، ماب يعني الخريطه وريل. فالنمله في الحقيقه هتلاقي طولها ايه؟ طولها مثلا 1 مليمتر. طب انا لما باجي ارسمها انا بقوم عاملها كده، بقوم عاملها كده وكده ومش عارف اعمل لها رجلين كده وشنبات ومش عينين فانا بعملها مثلا بتاع 2 سنتيمتر اصلا، يعني هي في الحقيقه مش قد كده اصلا، هي مش جايبه حته من الرجل دي. ففي الحقيقه هي 1 مليمتر صغنن خالص. لما انا باجي ارسمها بعملها بتاع 2 سنتيمتر، بتاع 2 سنتيمتر. يبقى كده الدرونج سكيل هيختلف، يعني الدرونج هو اللي اكبر من الريل. بس لازم عشان اعملها لازم احول ده السنتيمتر كام مليمتر؟ السنتيمتر 10 مليمتر. يبقى انا هعمل تايم ستيم يبقى بقى 100 مليمتر وده 1 مليمتر. لو انا جيت عملتهم ديفايدد بقى يبقى في الحاله دي هيبقى الدرونج سكيل، انا بعمل ده ديفايدد ده 100 ديفايدد 1 هيطلع 100 او 100 to 1 زي ما احنا شايفين. طلع كام؟ او انا ممكن اسيبه كده بدرونج سكيل، بدل ما اكتب 100 اوفر 1 ما هي هتطلع 100 زي ما هي. على الكالكوليتر هتطلع 100. فانا طبعا بكتبه الاجابه بتاعتي بكتبها على هيئه ريشيو. الدرونج سكيل بكتبها على هيئه ريشيو. لما بتطلع لي 100 كده احنا قلنا بنعتبر كان تحتها 1 وبنقول الانسر 100 to 1. يبقى لو سالني هو الدرونج سكيل هقول له 100 to 1. طب انا ملاحظ حاجه، انا لما حسبت درونج سكيل لقيت 100 اوفر 1. 100 اوفر 1 دي 100، ال 100 ده اكبر من 1، اكبر من 1. يبقى انا كده عملت ايه؟ طالما الاقي اجابه الدرونج سكيل بتاعتي طلعت اكبر من 1، لو انا عملتهم ديفايد بعض يبقى انا عملت حاجه اسمها ماجنيفيكيشن. ماجنيفيكيشن يعني انا كبرت، وفعلا انا كبرت الحشره. او بيقولوا ماجنيفيكيشن وساعات يقولوا ماكسيمايزيشن، يعني كبرنا يعني. يبقى انا لو الدروينج سكيل بتاعي مش بدي في كومبليت كتير، لو الدروينج سكيل بتاعي طلعت اجابته ليف ذان 1 يبقى انا عملت ريدكشن. ليف ذان 1 يعني ايه؟ طلعت الاجابه 0.1 كده. انما لو الدروينج سكيل طلعت الاجابه بتاعته جريتر ذان 1 يبقى انا عملت ايه؟ ماجنيفيكيشن. لانه يعني ساعات بيقول لي ابدا درونج سكيل جريتر ذان 1 ذن وي دو ماجنيفيكيشن، ليف ذان 1 وي دو ايه؟ ريدكشن. عشان ابتدي يدينا اسئله على كده هي دي الافكار اللي تعتبر. طب لو جايب لي رقم واحد، ها؟ لو جايب لي رقم واحد، رقم واحد ازاي؟ يعني جايب لي مثلا الريل ومش جايب لي التاني. ما هو بقى ساعات بيقوم جايب لي ايه؟ ساعات بيجيب لي الريل وما يجيبش الدرونج، بس يقوم يديني الدرونج سكيل، لازم يديني واحد من الثلاثه. ما هو الدرونج سكيل ايكوال ايه؟ درونج اوفر ريل. فهو لازم يديني واحد من الثلاثه. وفي ناس يقولوا ماب اوفر ريل، يعني الناس يقول لك ايه؟ اهو ان الدرونج سكيل بيختصروها درونج سكيل عبارة عن ماب اوفر ريل، اختصرها كده عشان ما يتلخبطوش. ماب يعني في الرسم على ريل. طب ساعات هو يديني ايه؟ يعني يطلب مني الماب. طيب كنا بنعملها كده لو تفتكر زي المثلث كده. اهو ان الدروينج سكيل بيبقى ايكوال ايه؟ ايكوال ماب اوفر ريل. فساعات يطلب مني يقول لي ايه؟ ماب اللي هو الدروينج لينث اند دروينج يعني. ساعات يقول لي في الامتحان ايه؟ هو لينث اند دروينج. اللي هو يقصد بقى الام دي
ايكوال ايه؟ اقول له ايكوال دي اللي هي drawing scale times real length كده. طيب ساعات يقول لي طب ال real length ايكوال ايه؟ ايكوال length in drawing اهو، اقول له length in drawing، ما احنا قلنا الام دي بقى اللي هي length in drawing over drawing scale. انت معايا؟ يعني ده كده دي اختصار drawing scale. الام دي اختصار length in drawing. الار دي اختصار real length. ده ساعات يبقى لي في كومبليت كده. طيب هنشوف مسائل بقى ساعات يقول لي ايه؟ اهو المساله اللي فاتت دي كان بيطلب الدروينج سكيل لما قال لي البرج في الحقيقه طوله كذا وفي الايه؟ ساعات بقى يقول لي ايه؟ يعني لو بصينا من اول المسائل في الكتاب المعاصر، مساله نمبر 4 كان عاوز ايه؟ كان عاوز الدروينج سكيل. الدروينج سكيل دي سهله. بنعمل ايه؟ اهو انا صورت لك الصفحه دي شويه كده بتصورها على الجروب. اه متصور. اه تمام. لو خدنا مثلا مساله نمبر 4 زي ما اتفقنا اهو، قال لي نمبر 4 دي كان عايز فور درونج سكيل واللي بعدها درونج سكيل، انا عايز واحده بقى ايه؟ ريشيو باللارجمنت دي برضه هي إيه. لكن ممكن يجيب لي بقى زي ايه؟ احمد درو بيكتشر وذ درونج سكيل. اه فانا جميع مسائل الدرونج سكيل اول ما اشوفها اقوم انا قايل له ايه؟ ماب تو ريل. وممكن في ناس ما بيكتبش ماب، يكتب درونج تو ريل، يعني ده في الرسم وده في الحديث. خليها دروينج تو ريل. هو مديني المساله اللي هي نمبر 7. نمبر 7 قال لي ان احمد رسم صوره بدروينج سكيل اللي هو 1 تو كام؟ 250. قام قايل لي ايه؟ اف ذا ريل هايت از 160 سنتيمتر، يبقى نحط ال 160 سنتيمتر هنا. عايز بقى الدروينج نعمل كروس بس. يبقى الدروينج لينث نعمل 160 تايمز 1 اوفر 50 واحسبها. هتقوم طالع الاجابه كام؟ الاجابه طبعا هتطلع بالسنتيمتر، طالما ده سنتيمتر الاجابه هتطلع سنتيمتر. هتطلع لي 16 ديفايد 5 هتطلع 3.2. 3.2 دي طالعه ايه؟ طالعه سنتيمتر. تمام؟ فهو لو طالب الدرونج لينث يسيبه بالسنتيمتر عادي. ساعات بقى في مسائل يطلب مني الريل لينث، هقول زي مين؟ زي نمبر اللي بعديها دي A picture of a building is a is taken with drawing scale اللي هي مسألة نمبر 9. يبقى الفكرة لو طلب مني drawing scale زي أول واحدة عملناها، بنحط الرقم ده هنا والرقم ده هنا ونعمل ترانسفورميشن ونإيه ونعملها على الكالكوليتر. طيب لو طلب مني drawing scale هعمل كروس. لو طلب مني برضه طلب مني قصدي سوري درونج لينث هعمل كروس. لو طلب مني برضه ريل لينث زي المساله نمبر 9 اه انا كده كده اول ما هشتغل هكتب درونج تو ريل في جميع المسائل دي. طب الدرونج كان كام تو ريل؟ 1 2 1000. انت عايز ايه بقى؟ if the height of the building in the picture is 3 احط 3 تحت ده. اكيد انا هعمل كروس واجيب ده. يبقى هو قايل له ايه؟ انت عايز الريل اللي شابك مع الفاضي اخليه تحت واعمل 3 تايمز 1000 فوق. هتقوم طالعه لي 3000. بس الانسر اللي بتطلع دي طالما ده سنتيمتر الانسر كده طالعه بالايه؟ بالسنتيمتر. انا عايزها كيلو متر. عايزها كيلو متر. لان ده بيلدنج. لو انا عايز الكيلو متر كام سنتيمتر؟ اصلا الكيلو متر 1000 متر والمتر 100 سنتيمتر. احنا اتفقنا لما بحول من كبير لصغير بعمل تايمز. يعني انا دلوقتي لو هحول من كيلومتر لسنتيمتر هعمل تايمز كام زيرو بقى؟
تايمز 100,000 عشان دلوقتي انا عندي 5 زيروس في النص اهو. طب لو هحول من سنتيمتر لكيلومتر، السؤال الكبير هعمل ديفايدد 100,000. فاهماني ولا صعبه؟ تمام. الو ها؟ فانا دلوقتي طلع لي الاجابه بسنتيمتر، وداري اللينس يعني، يعني الطول الحقيقي، الطول الحقيقي يعني معقول هنعمله بال بتاع ده، بس ده بيلدنج على فكره، طوله مش هيطلع بالكيلومتر. احنا ممكن نعمله ايه؟ المتر 100 سنتيمتر، نعمله ديفايدد 100 عشان بس نطلعه بالمتر يعني. لو عملت انا ده ديفايد 100 هيطلع لي 30 متر. يبقى طول البيلدنج الحقيقي 30 متر. تمام؟ يبقى هو لو طلب مني بس ريل لينث، بعد ما بنخلص الكروس ده بنعمل تحويله صغيره. ايه التحويله دي بناء على ايه؟ لو انا بقيس مسافات إيه، نعمل ديفايدد 100 عشان تبقى بالكيلومتر. لان الاجابه هتطلع بالسنتي. اعملها ديفايد 100,000 عشان تطلع كيلومتر. لو انا بقيس مثلا مباني بعملها ديفايد 100 عشان تطلع الاجابه بايه؟ بالمتر. انت معايا ولا مش معايا؟ الو؟ تمام. بس هم دول الثلاث افكار اللي في الدرس. الفكره الاولانيه اللي هو طلب الدرونج سكيل، الفكره الثانيه اللي يطلب الدرونج ليه، الفكره الثالثه اللي يطلب ريلز. فانت كده اعتبر الافكار خلصت، انت هتحل عليه بقى برضه. تمام؟ ممكن تحل الاكسرسايز كله او حل مساله وسيب المساله حسب ما قدرتك يعني. معايا؟ الو؟ الو؟ ايوه تمام. سامعاني؟ طيب ممكن تلاقي المساله تلاقيها مكرره، يعني تلاقي كذا مساله طالبين درونج سكيل بس حل منهم واحده، كذا مساله طالبين ريل لينث حل منهم واحده. انت معايا سلوى ولا مش فاهماني؟ تمام. عشان بس مفيش مسائل كتير عليك. خلاص؟ يعني مثلا لقيت كذا مساله ورا بعض طالبين درونج سكيل، خلاص كفايه واحده منهم. تمام؟ كذا واحده طالبين ريل لينث، خلاص كفايه واحده منهم كده يعني. بحيث تلمي بس جميع الافكار يعني. معايا ولا مش معايا؟ تمام. بس ده سهل ولا صعب؟ يعني لما احل هيبقى اسهل. ما فيش حاجه، هو كله درونج تو ريل، كل المسائل كده درونج تو ريل، يا يديكي ده وانت تعملي كروس، يا يديكي ده وتعملي كروس. ماشي، ربنا يسهل ان شاء الله. ولو وقف معاك حاجه برضه هنقولها المره الجايه ان شاء الله. وتذاكر المسائل اللي وقفت معاك في الكويز. تمام. سلام عليكم.